السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدي الكرام ومشاهدي قناة الوطنية. مباشرة من برنامج الصباح الوطني. برنامج الصباح الوطني اليوم نناقش لكم موضوع مهم كالعادة، هذا نناقش من مهارات المهارات الماضي، وهو موضوع طبعا قمة حدث الأبرز في هذا البلد. وموضوع الحلقة هو دور المدنيين والثقافيين في إنجاح الأمة العربية الذين تقلبون في الأمر بالمؤسسة. وانا صديق لكم الثقافي احمد محمود الفندي، ومعايا في التقديم كالعاده سميره السلمي. السلام عليكم ورحمه الله، اهلا بكم مشاهدي الكرام مشاهدي قناه الوطنيه في هذه الحلقه المباشره من برنامجكم اليوم صباح الوطنيه. اهلا بك ضيفي الكريم، مرحبا بك وسهلا، نورت صباح الوطنيه. مرحبا بك، الله يسلمك، شكرا جزيلا. ما هو الدور اللي يجب على الثقافه بعد كذا؟ نعم، شكرا. كيف ما سبقت قلت يعني سعيد بالجلوس على طاولة الله يسلمك، شكرا. أنا من المتابعين حقيقة. دور الصحفي في إنشاء هذه القمة يتجسد في العديد من النقاط، ولعل من أبرزها أن يكون الصحفي على اطلاع تام بما يمكن أن تقدمه هذه القمة لموريتانيا. أولا أن يكون على اطلاع وعلى علم ما يمكن أن يقدمه، ما سيعده من تقارير ومن برامج ومن مداخلات لإنشاء هذه القمة والتعريف من خلالها بموريتانيا وبدورها الثقافي والسياسي، سواء متعلق على مستوى القارة الإفريقية وعلى المستوى العربي بصفة عامة. قمة نواكشوط، قمة الأمل، هي على كل حال أتت في ظرفية صعبة. أرادت موريتانيا من خلال هذه القمة أن تعيد إلى الأذهان نضالها وتاريخها المشرف مع أشقائها العرب. طبعا يتطلب هذا الجهد وهذا العمل دور كبير للصحفيين الموريتانيين من خلال إنتاج برامج تعريفية بتاريخ وثقافة موريتانيا، من خلال لقاءات وتقارير ومواضيع إخبارية من شأنها أن تساهم في الدور الذي يمكن أن تلعبه موريتانيا في جامعة الدول العربية. وأن يعرف الصحفي أن المهنية تبقى وسيلة للنجاح في أي عمل صحفي يمكن أن يقدمه. طبعا موريتانيا استطاعت أن تستضيف هذه القمة في ظروف كما أشرت صعبة. كان التحدي أكبر أمام الموريتانيين جميعا، قمة يستعد لها في ظرف ما أقل من 3 أشهر. الحمد لله، يستحق منا جميعا أن نثمنه وأن ننظر إليه نظرة إيجابية كي نفهم أن موريتانيا بدأت تلعب الدور المنوط بها. ولهذه الأسباب يجب أن ينوه الإعلام إلى هذه الأشياء، يجب أن يطرح أن يعرف أن موريتانيا استطاعت أن وبقيادتها الوطنية أن تعيد الاعتبار إلى ميمها بالترتيب الأبجدي، واستطاعت كذلك أن تحتضن هذه القمة في هذه الظروف، مما يستدعي من الصحفي أن يأخذ بالحسبان أن هذه القمة نجاحها هو نجاح للإعلام الموريتاني، نجاح للسياسات الموريتانية، نجاح للدبلوماسية الموريتانية. زين ضيفي الكريم، ذاك اللي نتكلم عن المدونين، ما هو دور المدونين في هذه القمة؟ دور المدون لا يقل أهمية عن دور الصحفي والسياسي وأي مواطن. فالعالم الافتراضي وهو فيسبوك وتويتر وهذه المواقع هي طبعا أصبحت من ضروريات الحياة، أصبحت تتابع بصفة يومية إن لم تكن في كل دقيقة. لهذا الاعتماد على المدون هنا في موريتانيا في التعريف بثقافة موريتانيا وبتاريخ موريتانيا، وكذلك أن يعطي أن يلمس في المدون الموريتاني حسا وطنيا، أن يبتعد بتدويناته بكتاباته عن ما يمكن أن يشوه اسم موريتانيا، أما يمكن أن يعرض موريتانيا إلى
ما يتابعه الزائر لموريتانيا، الصحفي الزائر لموريتانيا، السياسي الزائر لموريتانيا، المتابعين لموريتانيا في العالم العربي. لذا المدون هو ركيزة العمل الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي، وعليه أن يستحضر دائما الوطنية في منشوراته، لأن موريتانيا طبعا معروفة ببلاد المليون شاعر والمليون سياسي والمليون مثقف والمليون صح. وهي على كل حال ثمرت ما يطلع عليه المواطن العربي، ليس الموريتاني فحسب، هو نتاج ما يقدمه المدونون. لذا على المدون أن يستخدم عصارة فكره ومداد قلمه فيما يخدم موريتانيا وما يخدم الأمة العربية والإسلامية، وأن يركز على التعريف بموريتانيا بثقافتها وبحضارتها، وأن نبتعد في تدويناتنا عن الأمور السياسية، صح. أن نجعل موريتانيا في صدارة ما نفكر به، نجاحها يهمنا، لأن نجاح قمة الأمل هو نجاح لكل الموريتانيين قمة وقاعدة، وعليهم أن يتحلوا بالحكمة والرشد عندما يبدأ الحديث عن موريتانيا بصفة مباشرة. زين ضيف الكريم، ما هي الأخطاء التي يتجنبها بعد قاع الصحفي؟ نعم، كما أشرت يجب أن يمجز الصحفي بين ما بين المهنية والوطنية، فهذا خليط ربما يمكنه أن تكون الصورة واضحة من خلاله. الصحفي يمكن أن يقع في أخطاء عديدة، بمعنى إذا أردت أن تغطي هذه القمة عليك أن تنظر إلى الزوايا التي يمكنك من خلالها أن تقدم شيئا يخدم موريتانيا، شيئا يعرف الزائر الموريتاني. تعلمون خلال إن لم نكن قد بدأناها خلال يومين أو ثلاثة، سيتصدر اسم موريتانيا كل القنوات العربية والدولية والوطنية، سيتصدر اسم العاصمة نواكشوط كل وسائل الإعلام في شمال العالم، سطح الأرض. ولهذه الأسباب يأتي دور الصحفي. الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها عديدة، نرجو أن يأخذ بعين الاعتبار أن لعل من أبرزها هو أن يقدم الصحفي مادة إعلامية لا تتماشى مع الحدث، بمعنى أننا في قمة عربية، أننا نستعد لمخرجات من قمة عربية أعدتها سلفا. الجامعة العربية اليوم في موريتانيا تستعد لانطلاق حدث، كيف يمكن لصحفي أن يقدم لنا مادة خارجة عن هذا الموضوع؟ هذه هي الأخطاء. هنا وجه رسالة إلى زملائي وأصدقائي الصحفيين المواكبين للبعثات الإعلامية في موريتانيا، يجب أن نعرف هؤلاء الصحفيين المنتجين في إطار هذه التغطية على مكانة موريتانيا، على ثقافة موريتانيا، على تاريخ موريتانيا، على اقتصاد موريتانيا، على مكونات موريتانيا الاجتماعية، وأن نبتعد بهم عما لا يخدم قمة العربية ولا ما يخدم ما من شأنه أن يساهم في أن تكون مخرجاتها إعلاميا وما سيقدم عنها يتماشى وتطلعات المواطنين العرب والإسلامي. زين، نطلب من المخرج أن نطلع على الرقم من الهاتف على الشاشة من أجل التواصل احنا المشاهدين الكرام. نقبض أولى مكالمة في هذه الحلقة المباشرة. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم مشاهد. ألو، السلام عليكم مشاهد. ألو، السلام عليكم. للأسف ما يتمكن من سماع الصوت. ألو، السلام عليكم. للأسف ماني سامع هذه المكالمة، ونطلب المخرج عنه يعطيني مكالمة ثانية نعود نتواصل وحنا والمشاهدين. هذه المكالمة ماني سامعتها. صافي، نرجع لصفحة البرنامج لخال المخرج يطلع لنا المكالمات. صفحة البرنامج عندك هنا يعقوب محمد فتح، ياتي لكم ولا شك أن الموضوع سيكون شيقنا وجمع الله أن تكون قمة الأمل ناجحة إن شاء الله. زميلي ضيف الكريم اللي هسولك السؤال فطرحته على الضيوف السابقين، دائما نطرح عليهم هذا السؤال، لماذا تعد قمة نواكشوط قمة الأمل؟ على كل حال الظروف التي
نظمت فيها قمة الأمل بعدما كانت موريتانيا عاجزة عن استضافة هذه القمة لسنوات عديدة. استطاعت موريتانيا أن تأخذ المكانة اللائقة بها بين شقيقاتها الدول العربية وأن تستضيف هذه القمة هذه الأسباب وفي هذه الظروف الصعبة في هذه التحديات المادية والاقتصادية التي يعيشها العالم العربي جعلت من المنظمين لهذه القمة أن يطلقوا عليها اسم مبادرة الأمل علها تأتي بما يمكن أن يكون أمل المواطنين العرب في تحقيق تطلعاتهم من قادتهم ومن سياسة قادتهم في حل بعض المشاكل العالقة سواء على المستوى السياسي والاقتصادي لهذه الدول الشقيقة. من هنا أتت تسمية قمة الأمل التي نرجو طبعاً أن تكون قمة الأمل وأن يكون إعلان مبشور إعلان يتماشى ومقاسات وتطلعات المواطنين العرب السعودية. زين عندك هون سيدي بوين في مدن باب. السلام عليكم وتحية طيبة لكم ثنائي المحبة وقلب واحد صفية وسميرة. دور الصحفيين ومدونين الصحفي طبعا دوره المهني والانضباط واحترام مهنته والعمل من أجل تأدية واجبه المهني بكل نزهة وشفافية ويترك التمييع وإعطاء الصورة الوردية غير موجودة على أرض الواقع. أما المدونين ينبغي أن يتحدوا على نجاح القمة العربية وذلك من أجل الوطن. يجب احترام ضيوف موريتانيا وترك المشاكل الداخلية حتى نهاية القمة ومقادرة الضيوف الكرام. نسعى ونتمنى نجاح القمة العربية إن شاء الله. شنو ردك على هذا؟ طبعا سيدي بويا من المدونين كبار في موريتانيا وأعتقد أنه ما أراد أن يشير إليه هو مما كنا نتحدث أنه لا علاقة له بالقمة العربية. القمة العربية قمة الموريتانيين ليست قمة السياسيين ليست قمة الموالاة ليست قمة المعارضة. قمة الموريتانيين بجميع أصناتهم عليهم أن يتحدوا من أجل إنجاح هذه القمة من أجل أن يراد تجد وتعود موريتانيا إلى صدارة المشهد العربي في اتخاذ القرارات أن تعود إلى المكانة التي رسمها لها قادتها رسمها لها شعبها بعيدا عن أشار إلى أن ندع الخلافات جانبا. ليست هناك خلافات كبيرة في موريتانيا، هناك دولة ديمقراطية فيها معارضة فيها موالاة فيها تجارب فيها بيانات فيها خطابات وهي صح. طبعاً ظاهرة ديمقراطية لا تطرح كبيرة مشكلة في الساحة الوطنية. المهم هو أن يتحد المدون الموريتاني والمواطن الموريتاني إلى أن يضع نصب عيونه أن القمة تعني كل الموريتانيين تعني السياسي الصحفي المدون الاقتصادي المنمي المزارع. إذن هي قمتنا جميعاً يجب أن نطرح في الحسبان أن دورنا هو إنجاح هذه القمة وهو استقبال ضيوف موريتانيا وأن نعود إلى حضارتنا وتاريخنا وما نعرف به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. زين ضيف الكريم، ما هي الآفاق اللي يلا تعودون كنتم والصحافة اللي تعاونوا؟ جميل، شفتي الصحفي المغطي لهذه القمة ربما تكون أول مرة زار فيها موريتانيا. لهذه الأسباب يجب أن تكون وسبق أن شرحتها الفرق المرافقة لهذه البعثات الإعلامية فرق ناضجة فرق على اطلاع تام بثقافة موريتانيا وبحضارتها وبسياستها وبإمكانها أن ترد على كل الأسئلة التي يحملها الصحفيون الأجانب والصحفيون الأشقاء العرب الذين يهتمون بتغطية هذا الحدث الذي واكبوا ربما بعضهم واكب العديد من القمم سابقا وما ينقصه فقط هي تجربة موريتانيا في هذا الإطار. موريتانيا بدأت جاهزة لاستعداد هذه القمة على مستوى السلطات وعلى مستوى المراكز وعلى مستوى قصر المؤتمرات والمطار الجديد والشوارع وكلها أمور أصبحت جاهزة. لم يبقى إلا أن يكون المواطن الموريتاني جاهزا لاستقبال القمة ولاحتضانها ويبقى الصحفي الموريتاني يعول عليه في نجاح هذه القمة خاصة للصحفيين الذين يرافقون ويواكبون نشاطات الصحفيين الوافدين لتغطية هذه القمة من خلال إبراز دور موريتانيا ثقافة موريتانيا حضارة موريتانيا المرحلة التي وصلت إليها موريتانيا خاصة إذا ما علم أن موريتانيا تصدرت المشهد في حرية التعبير إفريقيا وعربيا أربع مرات. الحمد لله. ده نشركم معنا مشاهد. ألو السلام عليكم مشاهد. ألو السلام عليكم مشاهد. ألو السلام عليكم.
ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم مشاهد. يبدو أني ماني متمكنة من سماع الصوت، نرجع للصفحة السابقة. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. يبدو أنهم هم جاهزين لهنا، نرجع للصفحة وبعد هذا نطلب من المخرج يطلعنا فاصل صح لهنا ندخل في الصفحة شوي. عندكم بهلول محمد، صباح الخير وتحية طيبة لكما ثنائي المحبة صفية وسميرة، تحية ملؤها المحبة والوفاء لكم وللطاقم الذي يشرف معكم على إنجاز الحلقة المميزة، وتحية أيضا لضيوفكم ولمشاهديكم الكرام. أما فيما يخص الموضوع فإن دور الصحافة والمدونين عفوا الذي يعتبرهم مثل الصحافة دور توعية ومهنية وانضباط واحترام متلقي والمدون، احترام المتلقي والمدون كذلك. وحتى لا أطلع عليكم، هذا بهلول محمد يحييكم ويتمالكم مزدنا التألق والنجاح. شكرا بهلول جزيلا. بهلول محمد فعلا عن صحفي هون يلا يعود محترم منضبط، بما أنه أول مرة عدى التغطية خصوصا في القمة. نحن صحافنا دائما ما تعدلنا عن التغطيات. شنو تعليقك؟ نعم، على كل حال بصفة عامة يجب أن يخرج الإعلام في موريتانيا عن في موريتانيا سواء المرئي أو المسموع أو المقروء عن عباءة الروتين. فهنا عندما أقول عباءة الروتين هو أننا تعودنا على مواقع تنشر أخبار متتالية من هنا وهناك، تعودنا على نشرات إخبارية رافقتنا منذ نشأة الإعلام في موريتانيا في أوقات محددة ومواضيع محددة وربما بجهد أقل. هذه هي ما أود ما أشرت إليها وأطلقت عليها اسم عباءتي أو رتابتي روتين. هنا يجب أن نخرج عن هذه العباءة كي نواكب الحدث. كيف يمكن أن نواكب الحدث؟ أن نكون موضوعيين في الطرح وأن نكون حاضرين في تغطية ونقل هذه القمة كي نبرز قدرتنا وقدرة إعلامنا على مسايرة العصر. عندما يكون هنالك حدث في الساعة 8 صباحا يواكب هذه القمة، ننتظره نحن في موريتانيا في وسائل الإعلام الساعة 8 مساء، هذا غير مقبول في مثل هذه الأحداث. صح. إذا كان هنالك ضيوف يصلون إلى مطار تونسي ونحن بحاجة إلى أن نعرف من وصل وما هو الكم وهو يجب أن تكون هنالك تغطية مباشرة لهذه الأحداث. يجب أن نخرج من البرامج العادية إلى ننقل مؤسساتنا الإعلامية إلى موضوع القمة العربية وأن نكون في قلب الحدث سواء تعلق الأمر في اجتماعات القمة، الاجتماعات التحضيرية، الأنشطة، التعريف بموريتانيا، التقارير تتحدث عن موريتانيا، التقارير تتحدث عن تاريخنا، التقارير والنشرات الإخبارية والاستديوهات التحليل تكون مليئة بالمثقفين وبالكوادر الموريتانيين من أجل إبراز دور موريتانيا. وأعود لأذكر إلى أن اسم موريتانيا سيتصدر المشهد لأربعة الإعلامي لمدة أربعة أيام من الخمسة على التوالي. إن شاء الله ذلك ما نرجوه. إن شاء الله. مشاهدينا الكرام لهنا قبل فاصل، إن شاء الله ربي ونعود لكم. قبل المخرج طلعنا فاصل. طلعوا. تقدر هو الاستقلال
موريتاني سلم الأبرار عدق فطرة الاستعمار نعتر عن جهد التعمار والخير اللي اعترى الأبطال الاستقلال اللي علوان وعنا بطال مولي الأحرار ما ينهز موت والقتال موريتان كبر شيحاني الاستقلال اللي علوان صور كتب تكبلاني عن ذاك وذاك اللام ذاك وبلا دولة موريتاني بهذا صنع مشاد بطال قرس موريتان بلا بطال قرس بتاريخ والنضال لا يقول تقالك باولس تقلال هو الاستقلال لا يقول تقالك باولس تقلال هو الاستقلال أشكركم على موضوع الحلقة الجيد ولا شك أن نجاح القمة هو نجاحنا جميعا ونجاح البلد بلدنا العزيز موريتانيا ويجب علينا كمدونين وصحافة ومنظمات مجتمع مدني المساهمة في إنشائها ونترك الخلافات والمعارضة والموالاة جانبا ونثبت لجميع الضيوف المشاركين في هذه القمة أننا شعب طيب ومتحضر ومتماسك فيما بينه ويعرف إكرام الضيف وهذا حقيقي حتى يخيب أمال من قال أن موريتانيا ستفشل قمتها ونقول لهم لا ستنجح قمتنا وسنعمل على مساهمة في حل مشاكل جميع الدول العربية ويتم من خلالها إنهاء الحروب الأهلية إن شاء الله وشكرا شنو تعقيبك؟ لا ينضيف عليه هو أن نستحضر معنا تسلم موريتانيا لرئاسة الجامعة العربية نستحضر معنا بعد 20 سنة
في ذكرى 47 لهذه القمة أن موريتانيا احتضنت، وكل الأجيال أن موريتانيا احتضنت ذكرى 27، وأن نتأكد أن هذه القمة ستكون مفصلية في تاريخ السياسي والعلاقات الدبلوماسية البريطانية مع الأشقاء. طبعا دهنا نرجع شوي ضيف الكريم، نرجع التغطيات اللي لحقت فيها عندنا ما شاء الله هذا الحدث، من يابتنا من هدو حي التغطية الحية، شنو تنصح أنت به التغطيات؟ من رأيك أنك معالجي أهمك عن كيما ذن بعض المؤسسات عندهم نشرات ما يتغير توقيتهم، هذا قلت أنت عنك يا بطن يخرجوا من عباية الروتين. ماني قاعد نعود شبه البارحة حد يستشار ولا يطرح فيها رأي، غير بعد اللي حسب ظهري وظهرني واللي منطقي عندي على أن نغيره مع هذه القمة أدائنا. صح. نغيره بمعنى إيش؟ كيف تغير الأداء لعنا بالتعليق؟ بما أن إحنا كنا عندنا برنامج ثابت، عندنا برامج حوارية، كنا عندنا برنامج ثقافية، برنامج توعوية، نشرات إخبار. الآن يجب أن يتغير هذا. ما معنى أن نتابع قناة وطن محلية فإذا بمسابقة أيام القمة؟ صح. ما معنى أن نتابع برنامج للأطفال على سبيل المثال في أثناء القمة؟ هذا يعني أن تركنا المساحة لأن يأخذ المواطن الموريتاني الأخبار من غير مؤسساته. صح. ضربت لك مثلا إذا اليوم مثلا في قصر المؤتمرات وفي هذه اللحظات ينعقد المؤتمر الاقتصادي للقمة العربية، على القنوات والإذاعات الدورية الخبر تابعنا، ونحن الآن ننتظر النشرات المسائية ابتداء من الساعة 5 والساعة 8 مساء كي نتابع هذا الحدث. هذا لا ينبغي، يجب أن يواكب الإعلام الموريتاني الحدث لحظة بلحظة، وأن يكون المواطن الموريتاني في قلب الحدث. زين، لي تسمح لي شوي بمؤسساتنا الإعلامية. زين، لي تسمح لي شوي ضيف الكريم، ليه نقول لك عن التغطية أنها معروفة لها هون في بلد لذاعة. لذا ما شاء الله تبارك الله مواكبة التغطية ومواكبة. فرصة سعيدة لي سمير على أني نقول أني متابعين إذاعة موريتانيا إذاعة الخدمة الأممية، وأعتقد أنها قامت بالدور المنوط بها في هذه القضية منذ أكثر من أسبوعين. تابعنا المقابلات، تابعنا اللقاءات مع الزعماء مباشر تغطية مباشر. صح. الدوريين. الحقيقة أن إذاعة موريتانيا عجبتنا ونشكرها على الأداء الذي قامت به، وطبعا الخير كله في الشباب. في الشباب والله إلا. صح. زين، نرجع شوي للمواضيع. ما احنا مثل برنامج صباح الوطنية برنامج اجتماعي تفاعلي، ما يناقش ابدا السياسه، يقارن من لحقه القمه ما شاء الله هذا الاسبوع فر اعطينا هلا شيء جميل والله، مبادره حسن. هلا نتكلموا عن القمه من حيث دياتك. اعتقد اني دولت بالامس على الفيسبوك ان يجب ان يهتم المقدمون البرامج. صح. صح. المؤسسات بما يخدم القمة العربية وما يمكن أن يقدم لضيوف موريتانيا من تعريف بثقافة وحضارة موريتانيا. صح. زين، الليلة هي نواصلوا كيف ما قلنا، كيف ما قلتوا عن التغطية معروفة لها الإذاعة، وأنها موجهة تحية خاصة سواء كانت الإذاعة الكبيرة ولا إذاعة كوبني ولا إذاعة الأخرى الخاصة. ما شاء الله فتبارك الله، ونرجو إن شاء الله عنهم يتواصلون في التغطية كيف ما قلت أنت عن الخبر. يا الله من يخل حانت وذماتها نشرة مباشرة وخلنا الخبر ما نتحرى بها الساعة 8:30 عند مؤسسة الإعلامية. زين صافية، سؤال في صفحة البرنامج. ألو السلام عليكم تفضلي فضيلة بك سامعتك حبيبتي. الله يخليك، شكرا حبيبتي. شكرا جزيلا لك فضيلة. شكرا، الله يحييك، ما شاء الله وتبارك الله. شو مواسي انت ياك لباس عليك؟ الله يخليك، شكرا.
الله يخليكم، نورة بصوتك إن شاء الله وبوجودكم كمشاهدين، الله يخليك. شكرا يا مرحبا بك. شكرا جزيلا لك فضيلة. وسهلا فضيلة، شكرا على الاتصال، نبدو مكالمة ثانية. كان ندركوش من الوقت. زين. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلوا. ما شاء الله فتبارك الله، بخير الحمد لله فتبارك الله. الله يسلمك، شكرا جزيلا لك. الاسم الكريم نعم التصل. شكرا شكرا. شكرا. الله إلا وخيرت، الله إلا وخيرت، الله يحييك. شكرا جزيلا للمداخلة، كما عودتنا أصلا قاع ما شاء الله في الإذاعة دائما مداخلات، والله ما شاء الله تبارك الله. على كل حال ما أشار إليه عبد الله، طبعا أنا لا أستغرب إن كان طرح عبد الله يتماشى ومصلحة الموريتانيين وفهمه للواقع متابعين البرامج التي يقدمها وسعيد بذلك. الله الحمد لله. وفقط أود أن أقول أن إضافة إلى ما قاله عبد الله هو أن نستحضرها بصدق، أن نستحضر بصدق أن القمة قمة موريتانيا، يجب أن نستحضرها بصدق. هذا هو ما يتطلبه منا الوضع الراهن، أن نأخذ في الحسبان أن قمة نواكشوط يمكن أن تقدم حل العديد من المشاكل العالقة. وبهذه المناسبة سيرتبط موريتانيا باسم موريتانيا بأذهان كل المواطنين العرب، وستكون طبعا مناسبة وفرصة لأن نحتفل معا كسياسيين كمعارضين كموالين بنجاح قمة نواكشوط ومخرجاتها التي نعلق عليها آمال حساما في تغيير الوضع العربي. زين ضيف الكريم، له تقول أنه تنصح به الصحفي الموريتاني والمواطن الموريتاني اللي عندنا في نهايه الوقت. السابق نهايه الوقت، عندي هون سؤال هنا تفضل به تعود لنا. نعم، ما كيف قلت لك ما نقدر نعود ماني وبشبه داهي ينصحك يعني لو ودي نصيحه غير نختار بعد وجهه نظري المتواضعه نقول على الصحفي هون نتكلم بالحسانيه شويه. تفضل. واضحه. يلقى الصحافي يفهم على انه اليوم مسؤول عن موريتانيا، مسؤول عن تقديم صورة موريتانيا، مسؤول عن التعريف بموريتانيا ثقافيا سياسيا اجتماعيا، ولهذه الأسباب يجب أن يكون على قدر المسؤولية المنوطة به، أن يبتعد كل الابتعاد عن
ما لا يخدم موريتانيا، ما لا يخدم مصلحتها، وأن يكون مهنيا مواطنا أكثر من أي وقت سبق، لأنه ربما إن أراد أن يخرج عن المألوف ربما كانت الأغلبية ضد طرحه، وتكون النتيجة طبعا معروفة سلفا إن لم تكن ناضجة وتتماشى وتطلعات المتابع لهذه المادة الإعلامية التي سيقدمها. يجب أن ينتبه لهذه الأسباب وأن يكون مهنيا، إن لم أكن أكثر من لازم أن يكون مهنيا من طبيعة الحال. زين صفية، نحن ترى عنا إن شاء الله الشعب فضولي فوضوي، ما عنده شيء تحت شيء، ما عنده ذيك قاعدة ثابتة عليها إنه إكرام الضيف، إن شاء الله عندنا إكرام الضيف خاص يغير الصيبة اللي نتعامل نحن بها مع الناس، خصوصا مع الضيوف اللي جايين، خصوصا مع صحافتنا اللي جاية من مرقد، بس بحاجة نتعامل نحن معها صيبة راقية شوي، ما يتناول كيف نحن نقول ناويين مع الإعلام زين. التقينا بالأمس بالمناسبة بوفد من الإعلاميين العرب من جامعة الدول العربية، وطبعا عند التحدث معهم يتضح لك أنهم على علم مسبق بموريتانيا، أنهم تعرفوا على موريتانيا من خلال ربما زملاء لهم في موريتانيا، من خلال تدوينات ما يكتب عن موريتانيا، من خلال بحثهم هم على المحرك عن موريتانيا. هم طبعا ليسوا في درجة التي يمكننا أن نقدم لهم صورة عن موريتانيا، ليست هي صورة حقيقية، على اطلاع تام بتاريخ موريتانيا وبحضارتها وبموقعها وبأمور كل أمورها. لهذه الأسباب يجب أن نأتي لنكمل الصورة لدى هؤلاء الصحفيين، أن نكمل الصورة لدى هؤلاء الضيوف الزائرين لموريتانيا، وأن نكون على قدر ما ورثناهم عن الأجداد من كرم في الضيافة ومن سلاسة في وفهم للأمور، وأن نكون كما يصفنا الكثيرون بأننا دولة من 3 ملايين شخص، أغلبهم مثقفون وأغلبهم على وعي كبير، إن لم يكونوا دكاترة كانوا أساتذة، وإن لم يكونوا أساتذة فهم مؤطرون على الأقل. زين ضيفي الكريم سابقا نختمه، ماذا ستضيف القمة العربية للصحافة الموريتانية؟ على كل حال تجربة الصحفي الموريتاني طويلة الأمد في موريتانيا، تصدر موريتانيا كما سبق وأنا أشرت في بداية الحلقة للترتيب في حرية الصحافة في موريتانيا، يجعل من الصحفيين الموريتانيين ومن الصحافة الموريتانية منهلا ينهل منه الصحفيون الوافدون على خبراتهم وقدراتهم، وهذا طبعا هو ما يمكن أن نثبته، وكنا نقدمه في الإعلام، كان الدول العربية تقرر أننا في المرتبة الأولى، اليوم يجب علينا أن نثبت بتصرفاتنا وعلاقاتنا مع هؤلاء أننا فعلا نستحق هذه المرتبة التي منحناها طبعا بجهود الدولة والحرية العامة. الحمد لله فخامة رئيس الجمهورية، والذي طبعا هو حريص أكثر من صحفيين أنفسهم على أن تظل هذه المهنة مهنة راقية متقدمة مزدهرة. زين السؤال الموالي، هل ستستفيد منها من حيث التكوين على هذا النوع من النشاطات الإعلامية الكبير؟ هي فرصة على كل حال، هي للصحافة أختي سميرة، فرصة على كل حال لأن يرى الصحفي أداءه، فرصة على أن يرى الصحفي ذاته بما يمكن أن يقدمه من خلال هذه القنوات الدولية، لأن أكثر مشاركين في هذه القمة سيكون من الصحفيين، سيكون في اللقاءات التلفزيونية القنوات الدولية في البعثات الصحفية في اللقاءات الجانبية على هامش القمة، وهذا ما يمنحهم الفرصة للتعريف بأنفسهم وقدراتهم، وهو طبعا اللقاء بين السياسيين والزعماء، وهو لقاء لذلك هي طبعا قمة الزعماء الرؤساء الدول العربية وكذلك الصحفيين ممثلين الدول العربية، طبعا قمة امتياز قمة الرؤساء والصحفيين، لهذه الأسباب ربما تكون الاستفادة أكثر للصحفيين من خلال نقاشاتهم ولقاءاتهم الجانبية مع زملائهم. زين ضيفي الكريم، كلمة أخيرة تتوجه من خلال هذا المنبر. نختار نقدم جزيل الشكر إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز، بعد العديد من السنوات 50 أكثر من 50 سنة، ها هي موريتانيا تأخذ مكانتها اللائقة، ها هي موريتانيا تتصدر المشهد العربي، ها هي ميمون الأبجدية وعيدا الاعتبار بقرار من رئيس الجمهورية. كنا طبعا نحلم بأن نكون
حتى أن تكون موريتانيا جاهزة لاستقبال الأقليمية العربية وهي اليوم وهو حلم يتحقق لنا اليوم. رسالة أخيرة إلى زملائي الصحفيين أن يكونوا قدر المسؤولية إلى المؤسسات الإعلامية أن تتحمل المسؤولية وأن تعطي الخبر لحظة بلحظة للمواطن الموريتاني لأنه يستحق هذا. عليها تحية للضيوف الكرام، أهلا وسهلا بضيوف موريتانيا، تحية للزملاء الصحفيين القادمين إلى موريتانيا، حجبتم أهلا ونزلتم أهلا، تحية للثنائي المحضر. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا ضيف كريم الصحفي أحمد محمود زيدي حامدي، وشكرك على قبول الدعوة إن شاء الله على رحابة الصدر اللي أعطيتنا كاملها. وسميرة كلمة أخيرة. كلمة أخيرة مشاهدي الكرام، ما بقى معي الوقت، ما نشكر فيه زميلي وضيفي الكريم سيدي محمود حامدينو على قبول الدعوة على هو تصريحات، ونتمنى إن شاء الله عند اللي قال إن شاء الله عنه يخلق إن شاء الله، ونتمنى مويل الصحافة اللي زملائنا كامل عم يتقيدوا بالعمل ويتقيدوا بالمصداقية في عملهم في مهنتهم. وشكرا. وانا بدوري مولي موجه تحيه خاصه لجميع الشعب الموريتاني، مباركه ان شاء الله في هذه القمه، ان شاء الله قمه الامل وان شاء الله ناجحه ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. اذا المشاهدين الكرام ما كان الوقت، ونشكر المخرج الرائع فيصل الربيع، ونشكركم انتم اللي امام الشاشه، قدمتم في امان الله يوم الاحد ان شاء الله.